صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا نعمل مع بعض إن شاء الله الشاورما، شاورمة اللحمة، أحلى شاورمة. عبارة عن لحمة اهي، عايزة نص كيلو، عايزة ربع كيلو، تقولي الجزاري يقطعها لك. ومعانا بصلتين وسط، ومعانا فلفل رومي. عندك ألوان؟ عندك أي ألوان عايزة تحطيه براحتك، بس انا المتاح عندي الرومي الاخضر دلوقتي. هنعمل مع بعض احلى شاورمة لحمة سوري، روعة روعة روعة. الجزار تقولوا له يقطعها لك بالشكل ده، هيقطعها لك. ودلوقتي معانا معلقتين زيت على النار، معانا معلقتين زيت، ومعانا قطعة دهون. حطينا الدهون وتاخد كمان مع معلقتين زيت بالشكل ده، تاخد خالص خالص. هنعمل اللحمة طبعا، معلقتين زيت وتاخد الدهون. هنغطي اللحمة اهي، هنقلبها، هنستنى كده اهو، نديها صدمة، هنديها صدمة الأول، وبعد كده نقلبها على الوش التاني. طبعا الدهون دي بتديها طعم حلو جدا جدا. بعد كده هنا اللحمة خليها تتحمر كده شوية اهو بالشكل ده. لازم اللحمة تتحمر كده، هنقلب فيها اهو. لما بقى خلاص مشيت اهو بالشكل ده اهو، هنرمي عليها التوابل، بهارات لحمة، معلقة صغيرة ملح، فلفل أسمر برضو معلقة صغيرة، بابريكا بس اهو بالشكل ده. وبرضو هنشوح فيها أحلى شاورمة لحمة، روعة روعة روعة. هترمي البصل، مقطعين بصلتين جوانح كده اهو بالشكل ده، ولا احلى ولا اروع. احلى شاورمة لحمة. رمينا التوابل بعد ما اتحمرت اللحمة مع الدهون، وبعد كده رمينا شرايح البصل. احلى شاورمة لحمة سوري، هنقلبها كويس مع بعض اهو بالشكل ده. هعمليها كده زي كباب الحلة، تقعدي تقلبي فيها اهو، ولا احلى ولا اروع. احلى شاورما سوري سوري. ريحتها روعة، ريحتها تحفة. التوابل مع الدهون تحفة. هنرمي البصل، الفلفل الأخضر، لو معندكوش ألوان عادي خالص هتحطي دهون، عايز تحطي فلفل حراق براحتك بقى، بس احنا استكفينا باللون الأحمر الأخضر. لو في ألوان هنحط، مفيش أي حاجة تستعمليها، مش هتقول لأ بالشكل ده. أحلى شاورما لحمة، أحلى شاورما سوري. أهو هنحط كاتشب بالشكل ده،
معلقه كاتشب لو عندك، ملح البيبي، هنحط لها بقى ايه معلقتين خل، هنحط لها معلقتين خل ومعلقتين سكر او عسل او عسل اسمر اللي عندك متاح حطيه. انا عندي عسل اسمر، هحط معلقتين ومعلقتين خل، لا احلى ولا اروع. هنحط معلقتين خل بالشكل ده مش كتير. هنحط صويا صوص، هنحط صويا صوص برضو قيمه شويه كده بالشكل ده. هنحط معلقه عسل بس مش كتير عشان حطينا صويا صوص. هنسيبها بقى تستوي مع بعضها كده ونشوفها مع بعض. ما شاء الله عليها، حطينا عطية صغيرة وحطينا كل توابلها طبعا من الأول. هنحط لها تاني شوية ملح، دي حتة بقى خطيرة وطعم اللحمة تحفة تحفة بجد، روعة رهيبة خالص، ولا أحلى ولا أروع، جميلة جميلة. هنسيبها بقى، هنحط لها بق ميه كده ربع كوبايه، وهنسيبها بقى على البوتاجاز لغايه ايه ما تاخد وتدي كده مع بعضها، ونشوفها بعد ما تخلص. ولا احلى ولا اروع، طعمها خرافه، احلى شاورما سوري. جميله، احلى شاورما سوري بجد، رهيبه ريحه وطعم وجمال. نوطي النار بقى ونغطيها بالشكل ده وهنشوفها لما